جزء من أجواء قاعة التدريب دورة بناء مؤشرات الأداء. كما تلاحظوا مجموعة من اللوحات التوضيحية، أيضا صبورة متحركة للأمين، مصطلحات بناء مؤشرات دورة أداء الأداء، أيضا معلومات قاعة الأخرى. إذا هنا عندك الشباب حالة ورشة عمل ونقاشات وحوارات، مجموعة أركان مجموعات، كذلك هنا الشباب عندنا فرشة عمل والجميع في حالة نقاش وحوار، ما شاء الله كل في حالة تفاعل.